ترجعوا يجي 20 جاهل تركون ما في شيء عمره 15 يوم كان من الامور الصعبه علينا اثناء استلامهم تمييز جثثهم بحيث أنا لم نستطيع ذويهم ان يميزوا بين وجه ووجه اخر مخدرات وينها اللي هو تاجر مخدرات شو ما لقيتوا مخدرات وين المخدرات زي الارهابيين اللي هنا هو يمه مقاومينكم وينهم هذا شاب دازله قوه من بغداد دازله والله شوف الصواريخ صورتوه بيته والله مفلشين بيته على راسه مفلشين بيته على راسه بنيتي شايفه شو مسوي يا اخي يا بنتي يا بنتي يا بنتي